نفت وزارة الخارجية الليبية الإفراج عن السفير الأردني المختطف في طرابلس فواز العيطان في وقت أوردت فيه وكالة الصحافة الفرنسية أنباء حول الإفراج عنه. من جانبها أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني استمرار الجهود والاتصالات مع الجهات الليبية المختصة لمتابعة قضية السفير الأردني لتأمين عودته إلى أرض الوطن سالما معافى. أضاءت مختلف الطوائف المسيحية في المملكة والعالم شمعة الفصح إذانا بانتهاء الصوم الأربعيني الكبير وبدء الاحتفالات الدينية بعيد الفصح المجيد. وكانت ذروة الاستعدادات لعيد الفصح المجيد قد بدأت مساء أمس الأول الجمعة بإحياء طقس الجمعة واستذكار قصة صلب وموت رسول المحبة والسلام على الصليب، حيث شهدت مختلف كنائس حضورا لافتا من المصلين الذين تابعوا طقوسها وسط جو من الحزن والإيمان. أكد المرشح لمنصب نقيب الصحفيين ركان السعيدة أنه لم يستقيل من مجلس النقابة الحالية وأنه قدم العديد من المشاريع لدعم الصحفيين في حين لم يجد أي تجاوب من قبل النقابة، مشددا على ضرورة تفعيل مركز التدريب في نقابة الصحفيين واستثمار أمواله. من جانبه قال المرشح نبيل الغزاوي خلال المناظرة التي جمعته مع السعيدة للحديث عن برامجهم الانتخابية إنه لابد من التنسيق مع الحكومة لحماية الصحفيين من الضرب أو الإهانة، مشيرا إلى أن موقفه في حال تعرض أي صحفي للضرب أو الإهانة خلال تأدية عمله سيكون قاسيا ولن يسمح باستمرار هذه الانتهاكات. اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على المواطنين المحتشدين قرب بوابات المسجد الأقصى بالضرب بالهروات وغاز الفلفل، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح وحالات اختناق. يأتي هذا فيما تستمر سلطات الاحتلال بإغلاق بوابات المسجد الأقصى الرئيسية أمام المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً.